في واحدة من المبادرات النوعية هنا بمركز مدينة أمزميز، هاد لوبرج، الأوبرج الزيتونة، الذي فتح أبوابه لمنكوبي الزلزال من اللحظة الأولى، يعني فتح عنده فضاء ديال تقريبا شي 2000 متر أو أكثر، فتحها لاستضافة المنكوبين من الزلزال الذين لم يعد لهم من مأوى. لازال هذا الفضاء السياحي الذي توقفت أنشطته يحتضن مخيما للقوات المسلحة الملكية، وأيضا يعني للجمعويين وللأسر الأهالي اللي تسكن بالمنطقة. نصبت الخيام في كل الفضاءات، في كل الحدائق التابعة لهذا المركز، لهذا الفضاء. أيضا أصبح هذا المركز على مدى الأيام أو الأسبوع أو ال6 أيام الماضية مركزا للتنسيق، يعني مجموعة من المهندسين، مجموعة من الجمعويين الذين اتخذوه مركزا لتلقي المساعدات من مختلف الجهات ثم توزيعها على الدواوير، على اعتبار أن الشاحنات الكبيرة التي تأتي بالمساعدات لا يمكنها الوصول إلى الجبل. فسننتقل لنتحدث إلى صاحب هذا الفضاء ومدبره حول هذه المبادرة التي اتخذها، والتي نتمنى أن تتعمم في مناطق أخرى من غير أمزميز، في منطقة في إقليم الحوز وفي إقليم تارودانت يوجد، وفي إقليم أيضا في إقليم شيشالو توجد مجموعة من الفضاءات التي يمكن استغلالها بطريقة مماثلة. احنا كنتأسفوا على الناس اللي ضاعوا، البلاد اللي تخربات، ولكن الحمد لله هذا الشيء اللي شفنا احنا في المساعدات وهذا الشيء ديال الجهود اللي مبذوله راه ولا كيفرح، ولا الحمد لله ولينا كنسيطروا شي شويه على الموقف، وراه في حقها تبدلت المجهودات من جميع الأصعدة، لا من ناحية المساعدات المادية والمعنوية، ولا الناس اللي تطوعات، ولا الصحافة اللي كتنقل الأخبار يوما بدقة. والحمد لله الشيء عنده تأثير على أنه الناس يعرفوا، أصبح العالم كامل كيعيش هذه المأساة بحال إلا هما بفضل هذه وسائل الإعلام الحمد لله اللي تطورت دابا، واللي الناس راه كتبات حتى هي سهرانه كتنقل المعاناه وتنقل سميتو. وبدوري انا كنطلب من الناس، الاخوان اللي كاع في اقليم الحوز اللي عندهم مأوى الحمد لله ولا اوطيلات ولا شي حاجه باقين صالحين، يحاولوا يستقطبوا الناس، راه كاينه معاناه كبيره، لا في الجبال، لا في وسط اليتامى، لا في وسط الناس. على الاقل اللي عندها مثلا اراضي بحال هكا مسياجه وداك الشيء، يجيبوا الناس ولا يستقبلوهم ويقدموا المساعدات أما أكثر. حنا دابا ما بقيناش كنقلبوا على الربح ولا البيع والشراء، هذا حنا ولا ننتظروا في المأساة ديال الناس. حنا جزء لا يتجزأ من هذا السكان، واللي قد يدير شي حاجة راه المجال مفتوح الحمد لله. وشكرا لكم على هذا. شكرا لك. من اللي في 11 وقسمين وقع اللي وقع، خرجت لقيت الناس كلها خارجة وكان ظلم، قلت لهم فتحوا المجال إلا كان بقى شي. احنا عندنا الأراضي شاسعة هنا تقريبا واحد 3 الأكتار، قلت لهم دخلوا قلبوا. خرجت أنا الخيام ديالي اللي رولاكس ديالي فين ينعسوا الناس وفين يستقروا ريتمات، بعد على الأقل يرجع الضوء ونشوف شنو اللي وقع بعدا في الديور، لأن أغلبية الناس ما عرفوش شنو وقع. والحمد لله من اللي وخرجت أنا، من نكذب عليكم، أنا ديك الساعة خرجت كنقلب الى سميتو ندير المساعدات الناس وسميتو اللي لقيتو في شي محنه ولا شي حاجه كيتالم، كنقول ليه شوف راه هذا الشيء حاجه عاديه، لان بدورنا حنا هذا هو العمل التطوعي، انه نطمئنوا الناس. وبالتجارب اللي عندنا حنا في هذا الشيء ديال العمل الجمعوي، حاولنا انه الناس اولا نوعوهم ان هذا تقريبا كاين اللي ما عمرو شاف الزلزال، عموما انه راه هذا الشيء راه كاين وفي الطبيعه، راه الانسان هذا الشيء قدر من الله سبحانه وتعالى. اذا الانسان خصو يتشجع، خصو يتشجع وخصو يصبر، اللي فقد والديه، اللي فقد ولادو، اللي فقد سميتو، هذا الشيء الانسان يصبر ويتحمل ويشوف الحياه بمنظور اخر.
وفي الحمد لله راه الحاجه اللي مهمه هو واحد العدد من الناس الاخوان جاوا كيعرضوا علينا مساعدات من جميع المدن المغربيه من ناحيه ديال اللوجيستيك، من ناحيه ديال المؤونه، من ناحيه ديال الترونسبور، من ناحيه ديال اعاده الايواء. الحمد لله راه كاينه سميتو، حنا بدورنا في هذا المقر كنقدموا كنرشدوا الناس للاماكن، وعندنا جميع المسائل اللي هي خدامين بها بطريقه علميه لوجيستيكيه، انه ها اللي خاص. وحنا الحمد لله راه بدينا كنسيطروا على الوضع. الحمد لله هذا الفضاء الله سبحانه وتعالى بحال الا قال هذا الفضاء خاص يقدم سميتو، انه الحمد لله ما تقاس حتى حاجه، والامور كلها في الحمد لله على احسن ما يرام، ورحنا كنقدموا الخدمات للناس. نتمنى الله سبحانه وتعالى يغفر لنا وينزل اللطف ديالو في هذا المصاب، وشكرا.